مليء بالأحداث، نلخص لكم أبرزها في حلقة جديدة من صدى الأسبوع. عودة حرب الإبادة على غزة وصمت عربي ودولي. هجرة إلى المدن بسبب شحة المياه في بني بكر الحد يافع. منحجة حقول الأرز بالمخلاف قفل شمر تؤتي حصادها. الشواية التقليدية للأسماك في مناطق ساحلية من الحيمة، إبداع في الطهي على النار. حوادث مرورية وضحايا من الدراجة النارية في إب بسبب مخالفة قواعد السير. الرمش من أقدم الصناعات المحلية ذات الطابع البدوي في البيضاء. أبو بكر سالم شاب من تريم يمتلك مهارات فريدة في الاستعراض بالكرة. صدى الأسبوع يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت صنعاء، ويعاد السبت 2 ظهرا و8 مساء.